ولنا في علي بن أبي طالب أسوة حسنة. السيدة عائشة أم المؤمنين خرجت على الإمام علي الإمام الشرعي والخليفة الشرعي في معركة الجمل. هاي هم ماكو معركة الجمل، بطل كلش ماكو. معركة جمل صارت وانقتل 30 ألف من الصحابة. هذول وين قتلهم؟ وين قتلهم؟ شو قاتلهم دول؟ مو قتلوا يتقاتلون مع الإمام علي عليه السلام. من انتهت المعركة الإمام علي تعامل مع السيدة عائشة بكل احترام وبكل توقير وبكل إجلال، وخلى لها خيمة خاصة لهم لا يقربها أحد، هذه زوج رسول الله، لا يخدمها إلا أخيها محمد بن أبي بكر الوحيد، وخلى بنات الصحابة وزوجات الصحابة يخدمنها. بعدين عززها وكرمها وحطها على هودج، وخلى 40 فارسة هم قالهم لا تتقربون من هودجها حتى لا تعرفوا أن كنا نساء. يعرف النفس أبا الحسن رضوان الله على أبي الحسن، قال يعني ستعرفون السبب.